يا حلوين، اليوم لكل الاطفال الحلوين بدي اعطيكم على لعبه ايش؟ كره الباسكت للاطفال. راح اجوديكم كيف، تعالوا شوفوا. يا سلام، هاي كره الباسكت اشتريتها وجهزتها وراح العب باسكت اليوم. ايه انا راح العب. ايه اعمل كيف؟ 1 2 3 اوبا. ايه هنعمل تحدي مع كل الاطفال في الروضه، واللي بجيبها راح ياخذ جائزه، ياخذ هديه من المستبعد. واو عم علوش، بتقدر تجيبها 5 مرات؟ خمس مرات. واذا بتجيبها 5 مرات كل اصحابنا الحلوين بده يحطوا لك لايك كبير. جاهزين؟ المرة الأولى. شوي شوي عم علوش، شوي شوي. هاي 1 حلو. شوف المرة الثانية. شوي شوي عم علوش. اوبا هاي 2. ركز عم علوش. المرة الثالثة. اوبا ولا عم عموش، عم علوش شاطر. المرة الرابعة. ليش يا عمو علوش؟ انا حكيت لك يا عمو علوش ركز. انا ركزت. انت عشان انت جبتها ورا بعض صرت مغرور. يلا ركز عشان نجيبها المرة الرابعة. يلا نعطيك فرصة ثانية. يلا تجيبها المرة الأخيرة وتزقول وتحطوا لي لايك وشير وتعملوا سبسكرايب. يلا 1 2 3. اوبا زقفة كبيرة يا عمو علوش. تنسوش تحطوا لعمو علوش لايك وشير وسبسكرايب. باي باي.